تامر بيضحيها عشان جمهوره ينبسط في العيد وحفلة العيد حتى لو كان على حساب روحه. طار في السماء 120 متر زي سوبرمان وباتمان، ومسك كمان المايك وقعد يغني وسط آلاف الجماهير اللي كانت منبهرة بيه، وعجبها جدا جو الأكشن والمغامرات الجديد ده، عشان يوصل لآخر واحد من الجماهير كان عاوز يتفرج عليه. فتعالوا معايا أعرفكم تيمو قال إيه بالظبط على المخاطرة دي، ويا ترى ايه رأي معجبيه في اللي عمله ده؟ واضح كده ان تامر حسني قرر ينقل الاكشن من الافلام لجو الحفلات الموسيقية والغنائية اللي بيعملها عشان بس يبسط جمهوره اولا، وكمان عشان يعمل نوع من التجديد في النيو لوك بتاع الحفلات، ويبقى كمان حقق شيء مختلف عن باقي الفنانين في الوسط الفني. الحفلة دي حضرها الآلاف من محبين المغني المصري، واتعملت تاني أيام عيد الأضحى المبارك، وكانت الحفلة بمدينة الشيخ زايد في مصر. وفجأة كده لقوا نجم الجيل ظهر وهو طاير في السماء، وكمان ماسك المايك وبيغني على ارتفاع 120 متر من الأرض، وشايف كمان كل جمهوره اللي كان عنده ذهول ومش مصدق أبدا اللي بيعمله تامر، وخايفين عليه كمان من المخاطرة دي لحسن يحصل له أي حاجة. القصة كانت فيها مجازفة كبيرة قوي ومش طبيعية، وقرر تيمو أن يعمل كده مخصوص عشان يقدر يوصل لآخر معجب موجود في المسرح اللي كان معمول فيه الحفلة، ويكون كمان قريب قوي من جمهوره. وظهر كمان تامر حسني بعدها في الفيديو اللي نشره على صفحته وهو معلق بالحبال وبيطير في الهواء فوق رؤوس الجمهور كله، عشان يوصل لآخر فرد من أفراد الجمهور المتواجد لحضور الحفل. وبعد ما نشر نجم الجيل تامر حسني مقطع الفيديو على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، علق عليه وقال طرت 120 متر لآخر واحد في الجمهور. واعترف كمان تامر حسني أن الأمر ده احتوى على مخاطرة كبيرة للغاية، وقال الحقيقة هي مخاطرة كبيرة وأكبر كمان من مخاطرة حفلة الساحل السنة اللي فاتت. وبرر بعدها تامر حسني إزاي عمل التصرف ده، وقال لأني كل شوية بشوف حبكم ليا أكتر، فبيزيد عندي الشغف والطموح أني فعلا أفرحكم جدا بتطوير المسرح العربي، وأعمل كمان حاجة مختلفة تليق بحلاوتكم وبمشوارنا مع بعض من يوم ما ظهرت. ووجه كمان تامر حسني الشكر إلى إدارة المكان اللي اتعمل فيه الحفلة بعد ما أعلن المشرفين على الحفلة أنه حصل فيها أكبر حضور جماهيري من بداية تقديم الحفلات هناك، وده طبعا بسبب جمهور تامر حسني العظيم. قالت كمان معجبة من الفانز بتوع تامر حسني، أقسم بالله لو كنت موجودة كنت عملت سوبرمان وفضلت أطير وراك أو معاك. وبعدها علق شاب كمان وقال أظن مفيش حد غيرك عمل الموضوع ده، أنا كنت حاضر قدام خالص في الأول وكنت شايف كمان الموضوع ده كله، وقد إيه كانت الناس مبسوطة منه إنهم شايفين نجمهم المفضل عاش بجد وتستاهل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، دايما حقيقي في كل حاجة، قول أمين في سرك. وفي النهاية بقى قولولنا انتوا كمان ايه رأيكم في تصرف تامر حسني ده، وهل ينفع الفنان يخاطر بحياته بالطريقة دي عشان بس يبسط جمهوره؟